كوكو ماما تحييكم. شهم سيرافق الشرطية غسان في دوريته. قصة اليوم هي دورية شهم، تابعونا. شهم البطل المغوار يقضي على الأشرار، تلقى مني ضربة يوم ياو. الحفاظ على الأمن والحراسة مسؤوليتي. مياو مياو، البطل الشهم، أريد أن أصبح بطلا شهما مثله. أنا قادمة. أهلا أيها الشرطي غسان. مرحبا كوكو ماما. ما الأمر؟ هل من مشكلة؟ مرحبا أيها الشرطي. مرحبا الشرطي غسان. أهلا يا صغار، أقوم بجولة التفقدية، هل لاحظتم شيئا خارجا عن المألوف؟ لا لم ألاحظ، كل شيء هنا طبيعي. اسمعوني، أبقوا أبوابكم مغلقة، وإذا لاحظتم شيئا غريبا من فضلكم أخبروني فورا. بالطبع سنفعل ذلك، شكرا لأنك تقوم بحمايتنا وحراستنا. هذا واجبي، الحفاظ على الأمن والحراسة مسؤوليتي. الحفاظ على الأمن والحراسة مسؤوليتي. الشرطي غسان يشبه البطل الشهم مياو مياو. سأكمل جولتي. بالتوفيق. أيها الشرطي غسان. نعم، ما الأمر؟ هل يمكنني أن أرافقك في جولتك التفقدية؟ أرجوك. لا يا شهم، لن أوافق، ستكون فقط عبئا عليه في عمله. لا بأس، لا بأس في ذلك، لكن حسناً، ستكون مساعدي اليوم. ياي، رائع، مذهل، رائع. لا بأس. جيد، الأمن مستتب. جيد، الأمن مستتب. إذا ظهر الأشرار، أنا والشرطي غسان سنحمي البلدة ونهزمهم. ماذا هناك؟ اشتبهت بشيء ما. أشرار؟ سأحقق في الأمر. أوه، إنها صخرة. صخرة؟ نعم، حتى لا يتعثر أحد بها، سنبعدها عن الطريق. هذا أفضل، والآن لنكمل الجولة. أهذا ما يفعله البطل الشهم المغوار؟ هل وجدت هذه المرة شريراً؟ أين هو؟ بل أخطر من ذلك، هناك حفرة، علينا أن نملأها بالرمل. ماذا؟ نملأ حفرة بالرمل؟ انتهينا. أهذا هو عمل البطل المغوار؟ هذا ليس عملا بطوليا. ماذا لو مر أحد من هنا ولم ينتبه، مؤكد أنه سيقع ويتأذى. الحفاظ على سلامة المواطنين هو أيضا جزء من عمل الشرطي. لكن توجد هنا مشكلة، الأمر خطير. أصبح الوضع آمنا. أشكرك أيها البطل. ليس عملا بطوليا. كوكو ماما. صغيري شهم، هل أزعجت الشرطي غسان في عمله؟ أبدا كوكو ماما، أنا لم أزعجه، ولكن ماذا يا شهم؟ لكن عمل الشرطي غسان لم يكن كعمل البطل الشهم أبدا. أنت مخطئ صغيري، فنحن نعيش بأمان بسبب الشرطي غسان وحراسته لنا. نعم، معك حق كوكو ماما.
حسناً، أنا ذاهبة للتسوق الآن. عم غسان، أهلاً بك كوكو ماما. لو سمحت اعتني بشهم، إنه أمانة في عنقك. بالتأكيد. رابط رابط. ها؟ رابط رابط. صوت استغاثة. رابط رابط. ها؟ رابط رابط. رابط رابط. إنه ضفدوع. رابط رابط. رابط رابط. عمي الشرطي. ما الأمر؟ ضفدوع عالق. سوف أساعدك. هيا. والآن انطلق. رابط رابط. أحسنت صنعاً يا مساعدي. هذا واجبي. عشو كوكو سيسقط. أوه، هذه مشكلة. حسناً، هكذا أفضل. أنت يا مساعدي، أنقذت الفراخ. مرحبا، كيف حالك عمريشة؟ أهلا. انتبه كي لا تقع. حاضر حضرة الشرطي. لقد تذكرت الحفرة التي كانت هنا في الأرض. لو لم يملأها الشرطي غسان بالرمل لوقع العم ريشة. لا، لم يقع العم ريشة في الحفرة بسبب مساعدة الشرطي غسان. الشرطي غسان بطل رائع فعلا. البطولة ليست فقط في مقاومة الأشرار. أعتقد أن مهمتك انتهت اليوم. ماذا؟ ألن نذهب في جولة أخرى؟ يجب أن ترتاح بين الحين والآخر. حاضر سيدي. سأمشي معك حتى البيت. حاضر. صغير شاه. كوكو ماما، كوكو ماما. ماذا؟ أنت بخير كوكو ماما؟ اطمئن، أنا بخير. وأنت عم غسان؟ أنا بخير. عم الشرطي غسان، آسف أنا ركلت هذه الكرة، هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، خذ وكن حذرا. حاضر، آسف جدا. قمت بعمل بطولي عم غسان. هذا واجبي. عم غسان؟ أنت فعلا بطل شهم مغوار. لست وحدي، أنت أيضا بطل شهم مغوار. نعم، وأنا فخورة بك. صديقي شهم، أعتقد بأنك الآن بأمان مع أمك. نعم. وداعا أيها الشرطي غسان. وداعا. شكرا على كل شيء أيها الشرطي. انتبهوا. أنا آسف. وماذا سأستفيد من كلمة آسف؟ لقد حطمت رأسي. شكرا للشرطة، فهم دائما في خدمة الشعب، والدليل على ذلك الشرطي غسان. إلى أن نلتقي، كوكو ماما تحييكم. مرحبا، كوكو ماما تحييكم. ستقام حفلة مفاجئة في الحضانة هذا اليوم.
قصة اليوم هي حفلة الخضروات. تابعونا. صغاري، هل أنتم جاهزون؟ نعم. انظروا صغاري، جميع البذور التي زرعناها قد نضجت بالكامل الآن. سنقوم بجمع هذه الخضروات. إذا عملنا معا سوف نجمع الكثير. حاضر. أولا سنبدأ بالجزر. حسنا. ما الأمر يا توتو؟ معلمتي، أنا لا أحب الجزر. لماذا؟ رائحته غريبة ولا أستصيغ طعمه. ولكن من الممتع سحبه من الأرض. هيا معي. هيا. عليكم أن تسحبوا الجزر بلطف. إذا لم تسحبيها بلطف سوف تنقسم إلى نصفين. واضح؟ واضح. هذا صحيح، اسحبوه بلطف صغاري. جاهزون؟ فلنبدأ. حاضر. واحد اثنان. يجب أن يكون بقوة أكبر. نجحنا. انظروا، وجدنا جزرة كبيرة. جزرتنا صغيرة جدا. أجل. حاولي بقوة. لا أستطيع. ها هي جزرتنا. إنها كبيرة. رائع. حصلنا عليها. رائحتها كالرمل. أنا لا أستصيغ طعم الجزر. ألم تخرج بعد؟ خذ. قلت لك توقف. أو تتحداني؟ نعم. هاي أنتما. نشوط، شام، هذا يكفي. شام هو الذي بدأ. نشوط هو الذي بدأ. لا يجوز أن تلعبا بالطعام. صحيح، أنا آسف. لقد جمعنا ما يكفي من الجزر اليوم. الآن سنجمع بعض الطماطم. حسناً. الطماطم جيدة وناضجة. تأكدوا من قطف الطماطم الحمراء فقط. إذا لم تكن الطماطم حمراء اللون دعوها وشأنها. حاضر. بحذر. هنا. خذ. هنا. تبدو لذيذة. عليك أن تغسلها أولا. أكلت قطعة منها. أكلتها دون غسلها. لم أستطع منع نفسي. صغاري، انتهينا من جمع الطماطم. الآن سنجمع الملفوف. هذه ملفوفة كبيرة. نعم. لا. قفي. هل أنت بخير يا وعد؟ سنجمع البطاطا الآن. لا يوجد بطاطا هنا. لابد أن أحدا ما أخذها. إذن سنسأل الأنسة فرح. أنا آسفة، علينا أن ننتظر لبعض الوقت.
يعني سفرة. نعم. هل هناك أحد في غرفة الصف؟ لا. لما لا تجمعون بعض البطاطا؟ لا يوجد بطاطا. أظن بأن أحدهم قد سبقنا إليها. اطمئنوا صغاري، إنها موجودة. دلع، نشوط، تعالى وساعداني. وجدنا البطاطا، كانت مختبئة في الأرض. صغاري، لنجمع المزيد من البطاطا. حاضر. بطاطا 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 بطاطا. أنا سفرة. البطاطا لا تخرج. سنتعاون معا لإخراجها. جاهزون؟ بطاطا 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 بطاطا. ماذا حصل؟ كنا نلحق حبة الملفوف، ثم أصبحت حبة الملفوف تلاحقنا. حبة الملفوف كانت تلحق بكما؟ نعم. بفضل تعاون الجميع هنا، تمكنا من جمع كل هذه الخضروات الطازجة اليوم. الخضروات المقطوفة حديثا لذيذة جدا. من يريد أن يتذوق؟ أنا. برأيكم ماذا سنفعل بهذه الخضروات؟ أمي تصنع أطباقا شهية من الخضروات. صحيح، والدة بشار تعد أطباقا شهية. أما أمي تقطع الخضروات بشكل سريع بسكينة المطبخ. أمي ماهرة في تزيين الطعام. أجل، ما أروع الأمهات. أما كوكو ماما فهي ماهرة في خلط التوابل مع الأكل. نعم. طبخ أمي هو الأفضل. لحظة، اهدأوا. يجب أن نكون هادئين، لدينا ضيوف في غرفة الصف اليوم. أقدم لكم مفاجأة. مرحبا صغاري. مرحبا ماما. آسفة صغاري، لم أخبركم سابقا، طلبت من أمهاتكم أن يحضرنا طبق اليوم. كنا نجهز لكم مفاجأة. حقاً؟ رائع، قطفتم كل هذه الخضروات؟ نعم، لقد تعبنا في جمعها. لقد كان عملاً صعباً، ولكنه كان ممتعاً. والآن ما رأيكم أن نقيم حفلة خضروات ونعد حساء الخضروات اللذيذ؟ نعم. ثمار وخضروات طازجة في الطعام، شهية لذيذة مفيدة للأجسام. ضحكنا لعبنا قطفنا الثمار، ملفوفا بطاطا جزرا وخيار. الحمد لله على نعمته. صغاري، هل أعجبكم الحساء؟ لذيذ. طعمه لذيذ، لكنه يحتوي على الجزر. مع ذلك فهو لذيذ.
مذاق الطعام أفضل إذا شاركنا الآخرين في إعداده. طعامه أفضل لأننا نحن من جمع الخضروات. الطعام لذيذ لأننا نأكل معا. هذا صح، هذا صحيح. صحة وعافية. أصبحت أحب الجزر. أنا أريد المزيد. أنا أريد الخضروات تبني العظام وتقوي الأجسام وتقينا من الأمراض والآلام. إلى أن نلتقي، كوكو ماما تحييكم.